الخطوة الأخيرة لليوم راح نتكلم عن كيف ممكن تضيف منتجات لبراندات مقيدة أو محجوزة من قبل نون بالخطوات التالية. من قائمة منتجات الشريك نروح لكتالوج الشريك، أنشأ منتج واحد يأخذنا إلى هذه الصفحة، نختار فيها المنتج ومن ثم نختار البراند. على سبيل المثال راح اختار سمارت فونز، أجهزة ذكية، ضغط التالي في البراند، تختار أحد البراندات اللي ممكن تكون مقيدة. على سبيل المثال اختار سامسونج. لو تلاحظون الرسالة راح تطلع انه هذه علامة تجارية تعتبر محجوزة او gated brand، بالتالي ما راح اقدر اضيفها او اربط محتوى خاص فيني لهذا البراند لقائمة منتجاتي. الخطوة التالية راح تكون البحث عن هذا البراند في قائمة منتجات نون لربط احد منتجاته، راح تضغط التالي وياخذك الى صفحة هذا البراند اللي موجود على منصة نون، واللي من خلاله تقدر تبحث عن تطابق لمنتجاتها بالبحث عن الفئات او رقم الموديل او التفاصيل. اذا حصلت تطابق 100% كل اللي عليك تسويه تنشئ الاسكيو الخاص فيك وتضغط على انشئ، وراح يتم ربط المنتج في قائمة منتجاتك. او اذا ما حصلت تطابق تضغط على انشاء نون اسكيو جديد، ما حصلت منتج مطابق من هذا البراند، فتطلب منهم انه يضيفون لك المنتج بالمحتوى الجديد من هذا البراند، وتجيك الموافقه من الفريق المختص ببيانات المحتوى، ومن ثم تقدر انه تضيف هذا المنتج بالمحتوى الجديد لقائمه منتجاتك تحت هذا البراند اللي يعتبر براند محجوز او مقيد. بإمكانكم التواصل مع دعم البائعين من خلال الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، سواء من خلال الإيميل أو رقم التواصل الخاص فيهم، في حال كان عندكم أي سؤال أو استفسار، وبإذن الله ما راح يقصرون معكم.